بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، أحبتي في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تلاجة يونيون اير نفرست، يونيون اير نفرست. المشكلة عندنا ايه؟ التبريد بينعدم تحت، التبريد بينعدم تحت، التبريد يا شباب بينعدم تحت، وبعدين يبدأ يتشكل تلج في الفريزر وينعدم التبريد فوق. المشكلة فين؟ المشكلة فين؟ الله رسول الله، انا حاليا دخلتها سخن، لقيت الحساس شغال، يعني حساس التلج، السيرمو ديسك شغال والسيرمو فيوز شغال والسخان شغال. ايه اللي يثبت ان هما شغالين؟ انا رحت ورا حطيت الكلام بميتر وجيت على التايمر، طبعا التلاجة معدلة معمول لها تايمر وترموستات، جيت على التايمر هنا ودخلت ودخلته في دورة السخن، ساحب معايا امبير اهو وبيسيح التلج. طب يمكن الصرف مسدود، بصوا مفيش ولا نقطة مية جوه الايه؟ الصرف. فاحنا سلكنا الصرف، سلكنا الصرف وتأكدنا ان كل حاجة في التلاجة شغالة، اتأكدنا ان كل حاجة في التلاجة شغالة، يعني حساس التلج بيقوم بدوره، حساس الحرارة بيقوم بدوره، السخان شغال بيقوم بدوره، الترموستات بيخش سخن ويرجع تاني. لما جينا فتحنا التلاجة لقينا المناطق دي، المنطقة ديت مجمدة على الآخر، تلج جامد جدا قديم، والمنطقة ديت تلج جامد قديم، والمنطقة اللي فوق ديت تلج يعني نسبة ما أقل من اللي تحت جامد، وهنا جامد برضه. المشكلة فين يا شباب؟ صلى على رسول الله. إذا كان الصرف نتأكدنا إن هو سالك، يعني سيحنا التلج ده ورجعت المشكلة تاني، ما احنا لما نسيحه وبنشوف الصرف شغال يبقى خلاص المشكلة، مشكلة مش مشكلة صرف، والحساس التلج شغال يبقى تمام. الله أكبر، الله عز وجل، الله أكبر. حساس الحرارة شغال مفيش مشكلة. ايه اللي بيخلي التلاجة بعد ما انا عملت لها عملية الإذابة وشغالة والتايمر شغال وكل حاجة شغالة، ايه اللي يخليها تعيد مشكلة التلج؟ تعالى هنا كده بص، هتلاقي ان السخان فعلا بيقوم بدوره بيسيح الجزء ده من التلج، بص وحتى الان بيسيح. انا لما جينا فتحنا لقينا المنطقه دي في الفجوه دي فاضيه ما فيهاش تلج، او حاجه بسيطه يعني، انما التلج الحقيقي في الجناب، التلج الحقيقي في الجناب. مشكله ترموستات، الترموستات يا جماعه ما بيفصلش، الترموستات ما بيفصلش. عدم فصل الترموستات يعني الكباس بيشتغل 6 ساعات متواصلة بدون راحة، معنى كده ان التلاجة هتكون تلج اكتر من اللازم واكتر من المعدل اللي يقدر عليه السخان ويعمل له اذابة. فهمتوني يا جماعة؟ يبقى المشكلة هنا في الترموستات. اذا كل حاجة تمام وتأكدنا من كل حاجة، والصرف وبدل مرة اتنين عملنا اذابة وسلكنا الصرف بدل مرة اتنين وترجع المشكلة تاني، المشكلة هتكون ترموستات ما بيفصلش. استمرار تشغيل الترموستات للكباس بيعمل بشكل تلج اكتر من المعدل الطبيعي اللي المقنن ان السخان يقدر يقوم عليه ويسخنه ويسيحه. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم ان يجعل هذا العمل في ميزان حسنات ابويا وامي، وان يغفر لهم ويرحمهم كما ربياني صغيرا. واسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفي مرضى السرطان شفاء لا يغادر سقما. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.